أعزائنا المشاهدين، وهلا وسهلا فيكم وحلقة متجددة من مساء العربية. خلينا نشوف أبرز العناوين. لأول مرة عملية جراحية ناجحة في العمود الفقري باستخدام نظارة أبل فيجن برو، وشخصية كرتونية ترافق المريض لتقدم له الدعم النفسي. كان واضح من عيونك، من كلامك وانفعالك، صارت كفوفك. الفنانة شادة حسون ضيفتنا اليوم في مساء العربية، نتعرف على جديدها في عالم الغناء وربما مفاجأة جديدة في التمثيل. أنا نعمة سعيدة أبو علا. وفي جولتنا على دراما رمضان، كشف حساب أسبوع من العرض، نجاح وانتقادات لنعمة الأفوكادو، يا هلي يعيد حسن عسيري للشاشة، وأشغال شقة كوميدي بالإجماع. في محكمة الموضة، الصح والخطأ في اختيار العبايات الرمضانية. أهلا بكم من جديد. للمرة الأولى في بريطانيا وأوروبا، أجرت مستشفى كرومويل في لندن عمليتين جراحيتين في العمود الفقري بمساعدة نظارة فيجن برو. البرنامج طورته شركة EXEX المتخصصة في تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للجراحين، وهو تطبيق ضمن عشرات تطبيقات الرعاية الصحية التي تم تطويرها للاستفادة من قدرات نظارة أبل الجديدة. أبل تتوقع أنها ستحقق إنجازات كبيرة في قطاعات طبية عديدة، نستعرض بعضها مع الزميلة الريان الظاهر. يسعد مساك الريان. يسعد مساك يا ريم. ثلاثة قطاعات تستحوذ على النصيب الأكبر من تطبيقات الرعاية الصحية في نظام نظارة أبل. أهم ما ستقدمه فيجن برو هو التواصل بين الأطقم الطبية والتخطيط الجراحي، كذلك الصحة النفسية. فمثلاً تطبيق سيرانو هيلث طورته مستشفى بوسطن للأطفال، ويوفر برامج تدريبية وتفاعلية للطلاب ليتعرفوا على مختلف المعدات الطبية ومهامها. أما تطبيق ماي ماكو يساعد الجراحين على تصور ومراجعة بيانات المرضى أثناء جراحات التغيير عظام الفخذ أو الركبة داخل بيئة تفاعلية وتجربة ثلاثية الأبعاد كما ظاهر أمام الشاشة. وهناك أيضا تطبيق سينماتيك رياليتي يحول أي صور بالأشعة السينية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد يمكنك التفاعل معها، كما يوفر فرصة للتعرف على جسم الإنسان والتشريح البشري عن قرب. أخيراً تطبيق زايا، وهو أفاتار كرتوني يدعم الصحة العقلية للمريض بالذكاء الاصطناعي، يضعه في أماكن خيالية مختلفة ويساعده على إجراء تمارين التنفس العميق والتأمل. لنتابع ماذا سيقول لنا زايا. زايا transforms the ordinary into extraordinary to magically bring you into worlds that enhance your therapeutic experience and take you beyond healing into new levels of growth and awareness in ways never before possible. Zaya is always there, ready to listen, to engage, and to talk about what matters most to you. So, how can I help? استغفر الله بي ربي هداك ما مدانا نتفق انت مشي وما خذاك الوقت بس غيري خذاك ما خذا اللي العمر
مثيرة للجدل، مرة بمواقف ومرة أخرى بخلافات مع زملاء الوسط الفني. فنانة تتميز بإتقان الغناء بأكثر من لهجة، ولها أعمال متواضعة في التمثيل، لكنها تعد جمهورها بالمزيد. شادة حسون ضيفة مساء العربية. كان واضح هي آخر أعمال الفنانة شادة حسون، وصراحة أغنية جميلة لمستنا كثير. ومن القاهرة أرحب بشادة حسون. يسعد مساكي يا شادة، وكل عام وانت بخير. مساء النور، كل عام وانتم بألف خير بالصحة والعافية. رمضان كريم على الجميع، وعليك وعلى ليث طبعا، وعلى كل الطاقم، وإن شاء الله يا رب سنة خير علينا كلنا. سعيدين بوجودك معنا، وأحب أهنيك على إصدارك الأخير. كان واضح يعني كلمات جميلة وأداء وإحساس عميق رائعة جدا. شادة، أنت حاليا متواجدة في القاهرة، يمكن أول سؤال يخطر على بالنا، ليش موجودة في القاهرة الآن؟ إيش عندك؟ والله موجودة في القاهرة صار لي هسه 7 أيام أسبوع، وقاعدين نصور 4 أغاني مصرية. حلو. في مصر، وهي أول مرة أصور في مصر. حلو. وسعيدة جدا حقيقة، التصوير هنا بالنسبة لي مختلف جدا. أنا دائما أصور في سواء في لبنان، في دبي، صورت همينة ببغداد، بس هي أول مرة أصور بمصر. ونصور بأكثر من منطقة، صورنا بالقاهرة، ورح يكون عندنا إن شاء الله تصوير بالإسكندرية وبأسوان. أكيد حيكون أعمال جميلة ورائعة كالعادة. خلينا أرجع معك للطفولة المبكرة والولادة والنشأة في المغرب طبعا. إيش تتذكري عن رمضان المغرب اللي قضيتيه في المغرب مع عائلتك ومع الوالدة، خصوصا أنه جزء كبير من طفولتك كان هناك؟ صحيح، هي أكثر طفولتي كانت بالمغرب. فحقيقة أكثر شيء ممكن يذكرني بالمغرب برمضان بالأخص هو الأكل طبعا. الله، إيش أكلك المفضل؟ الثياب. والله الأكل المغربي تعرفين متنوع جدا. فعندنا الحريرة المغربية، عندنا الطاجين، عندنا البسطيلة، عندنا هواية حقيقة. مظبوط. وطبعا حتى وإحنا في المغرب وقتها كان ماما تعلمت بعض الطبخات العراقية من بابا، فكنا همينا في الطاولة المأدبة لازم يكون في بعض الأكلات العراقية، فدائما أكو ميكس بين الاثنين. وأس أهم شيء أنت تعلمتي كمان وتطبخي ولا لا؟ والله صح، تعلمت فترة كورونا حقيقة. هاي أكثر فترة تعلمت فيها طبخ، لأن ما كان عندنا شيء، فكنت بالبيت وكنت كل يوم أتواصل ويا أمي وأسألها يعني عن طبخات شنو نسوي غير طبعا اليوتيوب. فتعلمت بعض الأكلات، وعلى قولة صديقاتي وناس قريبين مني أنه نفسي طيب بالأكل. على طار الأكل والأكل العراقي، كمان ليكي أغنية من التراث العراقي يا عمة، خلينا نسمعها. من أجمل الأغاني العراقية التراثية، وأديتيها بشكل رائع ودائما مميزة في أدائك وفي صوتك وفي إتقان كل اللهجات العربية حقيقة. يعني شادة نجمة في العالم العربي، مميزة جدا، وتستمتع بالكثير من تتمتع بالكثير من المزايا. خليني أرحب بزميلنا ليث اللي دائما يجي ويجيب معاه الأسرار والحكايات. تفضل ليث.
مساء الخير، مساء الخير شادة. يعني شادة بدي اقول لشادة انه تعبتنا كثير هالمره. ليش؟ يعني الاخبار ما كانت سهله، دائره مغلقه. حاولت مع الاهل مع الاصدقاء ادور على اخبار عن شادة، ما كان سهل ابدا. على كل حال بدنا نبدا باول موضوع، المغامره يا شادة. لما تركت الدراسه في فرنسا وتفضلتي سوبر ستار برنامج غنائي، وكانت مغامره خطره، هذا كان مش سهل. وبعدين ما كنت أعرف إنه شذا سراقة حرامية. حرامية، متخيلة إنها مرة من المرات بس عمر 15 سنة. شفتي كيف أخبارنا بتوصل من العائلة مباشرة؟ قول يا ليت. بسن 15 سنة سرقت سيارة والدتها. هاي شلون عرفت؟ وش عملت؟ راحت تشوف صاحبتها، بس الله كبير مثل ما بنقول. رجعت السيارة، فكرت حالها صفتها محلها، ولكن الجيران اكتشفوا انه الشرطة اجوا اخذوا السيارة، وهيك اهلها عرفوا انها اخذت سرقوا السيارة. يعني تحب المغامرات يعني تخيلي. بعدين ما تفكروا شذا بتفكروها هيك مغنية وفنانة ومطربة، بس هي بالماضي كانت حارس مرمى في كرة اليد، تخيلي هاندبول، كانت حارس مرمى برضو. قال لها كبير ثاني مرة، انكسرت إجرها ووقفت عن كرة اليد. يعني هاي أخبار كثيرة. وطبعا يعني شذا بتضحك هي، لأنه هاي أخبار أول مرة تنشر عن شذا حسون. ما شاء الله عليك ليث، من وين تجيب كل هالأخبار؟ بنحاول ندور دائما عن أخبار الفنانين. أخبار يا غير القسم الفني. لازم أحد من أهلي. هذا من أهلك صحيح، أهلك وأصدقائك يا شذا. بس برضو شذا كمان ركزت على شغلة، وكل أهلها وأصحابها ما تنسى مهرجان العراق الدولي. طبعاً ما تنسى تحكي عنه. هذا بدي أتركك مع ريم، رح تحكي لك تفاصيل عنه يا شادة، ونكمل اللقاء ونستمتع باللقاء. بس وعدتينا تغني لنا لو مقطع أكابيلا للسيد الشيخ الحمداوية، هي هاي الأغنية. أكيد نبغى نسمعها. هيك خليط بين العراق والمغرب. نبغى نسمعها، ولكن شادة خلينا توقف معاك على موضوع مهرجان العراق، والآن بيتم التحضير للموسم الثاني. التجربة الأولانية كيف بتقيميها؟ خصوصاً أنه كان هناك بعد خلينا نقول العتب عليك، الانتقادات، أنه في كبار أسماء كبيرة لم تكرم بالشكل الصحيح، إيش رأيك؟ والله شوفي، المهرجان العراق الدولي حقيقة هذا المهرجان ما كنت أبدا أتوقع رح يأخذ هذا الصدى الكبير جدا. طبعاً الأخص أنه هي الدورة الأولى، يعني مو الدورة العاشرة ولا الخمسطعش، هي الدورة الأولى. وبصفة عامة الدورات الأولى في كل المهرجانات ما حد يعرف بيها. بس احنا الحمد لله يعني مهرجاننا سوى ترند كبير جدا. نعم. بالضيوف اللي كانوا بيه، بالتنظيم الكبير اللي كانوا بيه. وما ننسى هو كان في بلد عظيم وكبير ولأول مرة، اللي هو العراق، بغداد. صحيح. بغداد هذا نوعية من المهرجانات ماذا تصير. اكو هواية مهرجانات محلية، بس مهرجان عربي بإعلام عربي بفنانين ممثلين مشاهير من الوطن العربي، هي أول مرة تصير. وحقيقة كانت مسؤولية جدا كبيرة بالنسبة لي. ما رح نقول ما كان أكو هفوات، أكيد أكو هفوات كانت موجودة كتجربة بس أولى. بس واحد بالأخير يتعلم من أخطائه. كتجربة أولى يتعلم من الأخطاء، وأكيد أكيد الدورة الثانية رح تتحسن بشكل ملحوظ وأكبر. بالأخص أنه إحنا تعلمنا من الهفوات اللي صارت في الدورة الأولى. أما بالنسبة لناعما منعما اللي الكل دا يحكي بيها، هذا كانت ترند وطني، فهي ترند الكبير اللي هسه دا يحكي بيها. فأني أقول كلنا خطائين، وأني أكيد اعتذرت على هذا الشيء. أكيد كنت حقيقة خلاص يعني تعبت لآخر رمق، كان آخر دقيقة في المهرجان، وطلب مني أنه أغني مقطع. كنت في حقيقة في عالم ثاني، كنت تعب، كنت ستريس. طبعا هي كلمات الشاعر إبراهيم توقان المعروف وياي. نعم يعني كان جميل، واكيد الدورة الثانية اكيد حتكون افضل، واكيد تعلمت من هذه الأخطاء. انا اريد طبعا اكيد اريد طبعا لاول مرة اعلن من خلال القناة العربية ومساء العربية، اعلن عن الدورة الثانية ان شاء الله في بغداد.
ما راح اعلن بالضبط التوقيت، التوقيت راح تعرفوه في الفتره القادمه ان شاء الله، بس راح يكون ان شاء الله دوره ثانيه، وراح يكون المهرجان هالمره استثنائي اكثر أكيد. ومميز اكيد، واكيد يشرفنا حضوركم ان شاء الله. هذا بيشرفنا بس ما ننسى الاغنيه اكيد. شدا ضروري ابو، انا عندي اسئله كثير صراحه شدا، وودي اسالك يعني شدا الناجحه والجميله والذكيه، هل الفن سرقك عن حلم الامومه؟ هل تحسي انه انا ما اقدر اتزوج واكون اسره خوفا انه ما اقصر في فني، او ايش تحسي بالضبط في هذا الموضوع؟ ايش مشاعرك؟ والله شوفي، أنا ما أحس إنه أي شيء دا يصير بحياتنا حقيقة هو قدر ومكتوب وقسمة ونصيب. نعم. وأنا دائما أتطلع إلى الغد، إلى الغد، يعني ممكن غد يكون مفاجآت ما نعرف يعني. الأمومة أكيد أي إنسان يحب يكون أم أو أب، وأنا من النوع أحب يكون عندي أطفال أكيد، وأتمنى أكيد. ذلك ليش لا؟ وممكن هذا الشيء يصير في الوقت المناسب أكيد. الفن عندي همين فد شيء كلش مهم، بس هم أنا من النوع اللي أحب الحياة، يعني أحب أسافر، أحب ما أحب يعني ما تحب تتقيدي حياتي وأركز، يعني أحب الاثنين، أحب يكون أكو توازن بين الاثنين. نتمنى لك السعادة وبين أكيد شذا، ونحب نختم معك هذه الفقرة بالأغنية اللي وعدتيها لليث. إيش الأغنية؟ صحيح، الشابة الشيخة الحمدوية، هي المشهورة. تفضلي شذا. لو مقطع صغير شذا. أوكي يلا تفضلي لكم مقطع. أوكي. هي جاية تصفر وتخضر، هي لي حس الفالي زار، هي حت معشوقة بالنوار، تمشي وتغيب فرتو بحذية جلود، أنا بعدا شايفة البحر لا يصغر. الله 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 عليك يا شدا، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا، ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم، واكيد في انتظار جديدك دائما وكل التوفيق. شكرا لك شدا. شكرا شدا. قول حاجة حلوة في كل مكان، الناس بتحكي حاجات مو حلوة على ناس أو دول تانية. في مساء العربية قررنا نسمع الحاجات الحلوة وبس، اليوم نتكلم عن السعودية. حلو بالمملكة العربية السعودية أنه البلد ما زال متمسك بالأرث الحضاري، ووعدها أنه عندهم نهضة عمرانية وعندهم أمان وحافظ وعملوا نظام. وأكثر أكلة بقى بالنسبة في السعودية أنا بحبها المندي. ومين ما بيحب المملكة العربية السعودية؟ لها فضل كبير على كل الدول العربية. يعني حسيت أن أنا في مصر من الناس اللي موجودة هناك ومعاملة كويسة، أنه التطور كيف عم بيطوروا من حالهم. الراحة يعني بحس واحد براحة نفسية، كفسة باللحمة، وكل ما بروح هناك بكون عايزاها. يعني الناس الخير فيهم جواهم، تلاقي الخير جواهم. أكل عطور والبخور أحلى شيء بالسعودية، كرم أهلها. الناس هناك تحس إن أنت قاعد في مصر. السعودية أكيد بلد بنحب، وأكيد بحب أني أروح زور العلا. تطور الثقافي اللي صار من ناحية الفن، السعودية تعني كل شيء بهي. أراضي المنورة مثلا، الحاجة هناك، الكعبة هناك، حبها للسعودية. طبعا الى جولتنا على الدراما الرمضانيه، اسبوع مر على بدء المسلسلات، والنقاد بداوا يعملوا كشف حساب اعمال نجحت واعمال اصبحت ترند، واعمال صحيح. كان من نصيبها الانتقادات. اكيد رحب بيوسف من فريق شاهد اللي راح يكون معانا في هذا الفقره. يسعد مساك يوسف. يسعد مساك يا ريم، يسعد مساك كل مشاهدينا. خلينا نبدا يلا مع مسلسل نعم الافوكادو اللي هو بطوله مي عمر، ومسلسل حقق نجاح، ولكن تلاحق صناع العمل انتقادات وتهمه تقليد مسلسل جعفر العمده لكن بصوره نسائيه. خلينا نشوف يلا. مسعيد ابو علي محكمه محامية من اللي وصوا عليها. بص في الورقة أعرف القضية دي خسرانة ولا كسبانة. نعمة في الحق ما تعرفش أبوها. أنت أجمل هدايا ربنا هداني بيها. بحبك يا نعمة. ده أنا رزقي في الدنيا دي كلها أنت. نعمة أنا بحبك.
يا لهوي لما تنالوا 8 مليون بتوعي تغير مناخيره بقت في السماء. انا صلاح بيه دخين حقتلك. والله العظيم هو اللي قتل. هم 10 ثواني بيعدوا. انا شخصيا عاجبني هذا المسلسل وبتابعه. ايش جميل جدا صراحه يا ريم. انا من المسلسل انا قليل يعني انا يمكن بقرا كل المسلسلات ومبطر اني احضر مرات مسلسلات ما احبها, بس هذا المسلسل انا جد متعلق فيه. محمد سامي عنده فكرة دائما بربط المشاهد بالمسلسل تبعه. يعني احنا زي ما حكيت يمكن في انتقادات كتير طالت المسلسل وفي ناس كتير حبت المسلسل وبيعلقنا بالشخصية بطريقة غريبة. بالشخصية يعني محمد سامي بيشتغل على كل المقاييس. مزبوط. الصورة الشكل الأداء الممثلين. مزبوط. يعني ما يرضي إلا يكون الأداء رائع 100%. ومن نجاح من أسباب نجاح المسلسل إنه المسلسل خالص تصوير من وقت. يعني محمد سامي حتى بيعلق في الموضوع بيقول إنه أنا ما استنيت لعد رمضان ونيجي نصور, صور وانتهى من التصوير براحتهم وانتاج براحتهم. فصراحة من المسلسلات اللي حاصل على مراكز أولى بأكثر من دولة عربية. أنا بدي أحيي مي عمر على إنه كيف جسدت الشخصية صح, حتى ما شاء الله يعني باين عليها وزنها زايد يعني ومرة تلقائية وبسيطة, وكيف رجعت نحفت مرة ثانية دحين ما شاء الله عليها. قلبت البيت جيم بعد المسلسل بحيث إنها تكون ترجع لوزنها الطبيعي اللي كانت فيه. برافو عليها. يا هلي, دراما سعودية عادت حسن عسيري إلى الشاشة بعد 7 سنوات من الغياب ليكون العمل ترند في السعودية والخليج هذا العام. خلينا نشوف. يلا. رجال واضح انه تبهدل في حياته بهدلة ما بعدها بهدلة. مفتاح البيت هي أمه. هذا بيتك, منزل مبارك إن شاء الله. صالح انتبه لأخوانك. سبحان الله يا أولادي, سبحان الله شلون شوفتكم ردت فيني العافية. مش تحبين فيه؟ بس حنا اللي نحب بعض. إيش؟ طال عمرك هذولي وبس لو يقر شوي. فلوس 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 يبيلها. ورضا كان يا بعد عمري ولا ينصب على الناس. احنا عائلة واحدة متماسكة يا بنتي. صباح الخير. يتقرب من عياله. نجم ماجد عبد الله صديقي. كل ده وتحبينه. حلو حلو المسلسل. يعني تقولي حسن عسيري, خالد الفراج, نرمين محسن, طبعا كلهم مع بعض. انت تقولي انطباقه كوميديه مجتمعه في عمل واحد. مزبوط. كل فكره المسلسل هي انه عائله بتقرر انها تنتقل لتعيش بمنزل واحد, ولكن بيطلع لهم شخص مفاجئ في الحياه فجاه. وفاطمه الشريف تهيألي. وفاطمه الشريف معهم كمان. فبيطلع لهم فجاه حسن عسيري. بيطلع لهم بعد غياب نقدر نحكي, وبتصير طبعا المواقف الكوميديه بينهم. كثير المسلسل لمس الشعب السعودي. ليش؟ لانه بيشبهنا او بيشبه الشعب السعودي كثير, وطبيعي الكوميديا المواقف مش مفتعله. وصراحه لا, من المسلسلات اللي حاصل برضو على نسب مشاهده عاليه طبعا هو بالاشتراك مع الاسبين. حلو حلو جميل. خلينا ننتقل إلى أشغال شقة, وكوميديا نالت إعجاب المتابعين ومشاركة لأول مرة ما بين نجوم العمل وكمان صحيح. ضيوف شرف حاضرين ومتجددين على مدار الحلقات. خلينا نشوف. يلا. دكتور حمدي عبد الرحيم الطب الشرعي. السلام عليكم حمدي. انت بتشخر وانت صاحب كتير بس ما عملتهاش دلوقتي. الكلاب والقطط في الشارع بيخلفوا من غير لا دكتور ولا مستشفى وبيبقوا زي الفل. الكلاب مش بنتي. ما تفرقش. ابوس ايديك يا ماما. بتعمل ايه يا حمدي؟ دي طرق الافاقه الحديثه من البنج. انت عارف انتوا خلفتوا توأم ازاي؟ اكيد عارف طبعا. خبطي على ظهره يا طنط. ادي يا سيدي البامبرز. انت جايب لي 2؟ مش هم 2؟ توأم؟ حلو كوميدي. الفكرة زي ما حكيت يمكن أغلب أبطال العمل متجمعين أول مرة مع بعض. هشام ماجد برضو إحنا بنحكي عن الكوميديا طبعاً. عندك حتى مصطفى غريب, شيرين, أسماء جلال وغيرهم طبعا كلهم مجتمعين مع بعض مع حفظ الألقاب. عم نحكي إحنا عن فكرة يعني زوجين أنجبوا توأم. حياتهم صعبة مع التوأم هتكون طبيعي. بالذات إن هما طبيب ومذيعة, فهي بدها تحافظ على حياتها في الإذاعة, هو بده يحافظ على شغله, فبيضطروا إنه يجيبوا خادمة أو مربية للأولاد. إيه. وكل حلقة تقريبا عندنا ضيف شرف وهي خادمة رح تيجي أو مربية الناني. للأولاد الناني. وطبعا بيصير مواقف كوميدية. عليه انتقادات ولا كيف الناس شايفين؟ شوفي في ناس طبعا كان بتقول لك شوي انه الكوميديا فيه او الورق مثل احنا بنسميه شوي, الناس بتقول لك انه مش افضل شيء, ولكن المسلسل بسيط. يعني هو بالاخير احنا صحيح ممكن نحط مرات
بدي احكيها بالانجلش يمكن اكزاجيريتنج او الزياده بالموضوع المبالغه بالموضوع، بس ولكن هي كلها بتفيد العمل وبتفيد الكوميديا اللي موجوده بالعمل. وصراحه انا بشوف برضو من المسلسلات اللي حاصل على نسب مشاهده عاليه والناس حباه، وحتى على السوشيال ميديا دائما الهاشتاج اشغال شقه موجوده، وصاروا كل البنات يتاثروا انه احنا بدنا مربيات وبدنا المربيه مثل هاي ومثل هاي. حلو. كمان دراما التشويق والاثاره في مسلسل مسار اجباري بطوله لنجوم الشباب، احنا نتكلم على احمد داش وعصام عمر. صحيح. انا احب يعني اللي هو دعم الشباب، احب برضو المسلسلات اللي فيها مجموعه من الشباب بتديهم الفرصه. كيف هذا المسلسل؟ هذا من المسلسلات اللي ايضا كمان نجحت ليه، احنا عندنا احمد داش دائما كان ينجح لوحده، عصام عمر لحاله كمان. مزبوط. اليوم جمعهم مع بعض ومجتمعين مع بعض وعم نشوفهم بقصة شوية. طب قبل ما ندخل في تفاصيل، طب قالوا له مسار إجباري، يلا خلينا نشوف الفيديو مع بعض. من المطرب مني فانتوا الاثنين ولاد عمر البرنس. صباح العسل. شكلنا كده هنشيل ذنب ابوك لغاية ما نموت. انا طول ما انا معايا الحق ما اخافش. انا عمري ما اخاف طول ما خايف ضهري، بس القضية دي مقفولة ضد بابا. حلو. حلو. لا وفكره دائما بحكي لك شو المسار الاجباري، انه هم الاثنين رح يدخلوا بمسار اجباري مش من اختيارهم، رح حلو. يكتشفوا سر مع بعض. طبعا الناس اللي حضرت المسلسل عرفوا، بس ولكن ما بدنا نحرق المسلسل على الناس اللي لسه ما حضرت. في سر بيجمعهم هم الاثنين مع بعض وبيعلقهم ببعض وبيخليهم انهم يكملوا المشوار مع بعض. من المسلسلات الدراميه اللي فعلا جميله، اللي زي ما حكيتي الشباب ابطالها، واللي ايضا كمان من المسلسلات اللي لاقت استحسان عند المشاهد ونسب مشاهدة. هم شاطرين صراحة. أنا رائعين صراحة. يوسف شكرا لك، وأكيد حنشوفك مرة ثانية وكل يوم موجود معك أنا برمضان أكيد انتقادات ومسلسلات أكثر. ونبقى في الدراما وكواليس اليوم من مسلسل صلة الرحم بطولة إياد نصار ويسرى اللوزي، يثير الجدل منذ عرض حلقاته الأولى، بيتطرقوا إلى إحدى قضايا الشائكة وهي عملية تأجير الأرحام. المسلسل يتكون من 15 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق. أكيد المزيد مع الزميلة سهى الوعد. مرحبا. يطرح الكاتب محمد هشام عبية في مسلسل صلة رحم قضية حساسة جدا وهي الرحم البديل، رغم ذلك لم يصطدم الرأي العام معه، والجمهور في مواقع التواصل يناقش أحداث العمل لكن بهدوء، بينما يؤكد البعض أن السبب قد يكون كتابته للقصة بجمال وبدون مباشرة أو وعظ أو أي ضغوطات على أي جهة، وهذا ما يرون أنه عكس ما يفعله كتاب آخرين في أعمالهم الدرامية ذات المواضيع الحساسة عندما يتعمدون فرض آرائهم أو إثارة الجدل. مش مهم التمن اللي هدفعه. هو أنا هعمله ده يا دكتور هيسدك ربنا أبش. في غلطات مهما عملنا مستحيل نعرف نصلحها. هو جديد وجريء بس موجود، احنا اللي ما نعرفش، فعايزين نطرح الموضوع مع بعض ونشوف انه ايه الاحتمالات بتاعه الموضوع، ايه المناظير المختلفه. احنا بنتناول الموضوع من ثلاث جوانب، الجانب القانوني والجانب الطبي والجانب الديني وكمان في جانب انساني. انا سالت في موضوع الحلال والحرام ده وتوصلت لحاجه قاعده في الدين بتقول ان الضرورات تبيح المحظورات. يشيد الجمهور والصحافة بأداءات الفنانين في صلة رحم أمر لا يحدث كثيرا مع المسلسلات عن مواضيع مماثلة، لأن نجومها دائما معرضين للعتب أو الانتقاد. أما في حالة صلة رحم هناك غزل بأداء كل فنان، وخاصة يسرى اللوزي اللي يعتبر النقاد أنها هذا العام إحدى أبرز بطلات رمضان. أنا مش في مكانة تسمح لي أن أنا أقول هو حلال أو حرام، بس هو هيطرح المسلسل أكيد هيطرح مجال للنقاش وللتساؤلات. نتوقف الآن مع بعض الآراء حول العمل. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا المساء.
في العراق أغرقت الأمطار مستشفى القنقرنة في محافظة البصرة، وتسببت المياه بخروج المستشفى عن الخدمة وفاضت بمستوى 30 سنتيمتر فوق أرضية المستشفى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى آخر. وثق مقطع فيديو فرحة أطفال فلسطينيين بعد أن قدم لهم جنود مصريون بعض الطعام والحلوى عند السياج الفاصل مع قطاع غزة في رفح جنوبي القطاع. رجاية دوكان دومي؟ آه والله. أكلتوهم أنتو؟ آه. من وين؟ هاد الفتحة؟ آه. أنت شو تدوكي؟ هالدومي. جد؟ هادي شوكولاتة وهادي سنيكر. سنيكر؟ هادي عصير هو. مش أنا أندومي طلع لي. أنت أندومي طلع عليك؟ هاي أندومي. فرحانين؟ وأنا طلع لي. وأنا طلع لي سنيكر. طب قول بنحب مصر، يلا بنحبكم مصر. الانتخابات الرئاسية الروسية لم تخلو من حوادث على الهامش، كان منها فيديو لامرأة أشعلت النار في غرفة التصويت، وأخرى سكبت حبراً أخضر داخل صندوق الاقتراع، وسيدة كانت تركض نحو مدخل الاقتراع وتلقي زجاجة حارقة على الأبواب الخارجية للمبنى في روسيا قبل أن تقبض الشرطة عليهن. بعد حريق استديو القاهرة الهائل الذي تسبب في خسائر تقدر بملايين الجنيهات، شب حريق آخر في مول تجاري شهير بمنطقة مجمع البنوك في شارع 90 بالتجمع الخامس، وعلى الفور تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى بسبب التماس كهربائي. كان هذا كل شيء لليوم، والآن عودة إلى فقرات مساء العربية مع ريم. شكرا لك ولا. للعام الثاني على التوالي لندن تتزين بأضواء رمضان، الأجواء هناك تنقلها لنا الزميلة عروب عبد الحق. رمضان كريم، كلمات مشعشعة بالخط العريض من وسط لندن، فبعد نجاح تجربة أضواء رمضان العام الماضي، ها هو وسط لندن يعود لإحياء شهر رمضان من جديد وعلى طريقته. من منا لم يسمع بزينة لندن الباهرة واللامعة التي لا تفوت فرصة إلا وتضيء خلال الأعياد والمناسبات؟ وها هو شهر رمضان يحصل على نصيب من هذه الاحتفالات بعد أن انضم إلى لائحة المناسبات المحتفى بها في العاصمة. فلمدة 30 ليلة وحتى عيد الفطر ستضيء منطقة بيكاديلي بوسط لندن بآلاف الأضواء المستوحاة في تصاميمها من الطراز الإسلامي، في مبادرة تبنتها لندن كواحدة من أولى المدن الأوروبية التي تحتفي بقدوم الشهر المبارك. ردود الفعل جاءت مرحبة. حلوة جدا يعني، وحاجة بسطتني إن أنا ألاقي كده في لندن، يعني ألاقي حاجة أنزلها للناس في مصر، من مصر يعني، إن هو هابي رمضان في لندن. صراحة جميلة، نحن شفناها في الصور قلنا لازم نجي نشوفها. شيء يميز صراحة ان نشوف نحن في الغرفة في الغربة وساكنين في دولة بعيدة عن دولنا، لكن حلو احيانا نشوف مثل هذه الاشياء البسيطة اللي تخلينا نتذكر يعني رمضان ونتذكر الاجواء وكذا. صح بعيدين عن دولنا، لكن اضواء رمضان جميلة جدا هالسنة، مثل ثاني سنة بلندن تكون موجود الاضواء،
والأجواء رمضان كتير حلوة بلندن كل سنة. 5 4 3 2 1. عمدة لندن صديق خان الذي أشرف على إضاءة هذه الأنوار هو من بين 1,300,000 مسلم يعيشون في لندن، عايدتهم رئاسة الحكومة في معايدة خاصة على صفحتها. ضمن خطتها في إبراز التعددية الثقافية وإشراك كافة الثقافات والديانات في بريطانيا، أصبحت لندن بإحيائها شهر رمضان في صدارة الوجهات السياحية في أوروبا خلال هذا الشهر. من لندن، عروب عبد الحق، العربية. العبايات، طقس رمضاني لا تستغنى عنه السيدات في رمضان، سواء في المنزل أو في الخارج خلال السهرات الرمضانية أو الغبقات وفي الخيام وغيرها. في محكمة الموضة، الإطلالات الأنيقة رح نحددها لكل سيدة، هناك مواصفات للعباية المناسبة لها، ورح نوضح أيضا الصواب والخطأ في اختيار العبايات مع خبيرة المظهر لمع علاء الدين. يسعد مساك يا لمع، كل سنة وانت طيبة. انتو ألف خير يا رب. طبعا العباية والجلابيات والأتياب هذه عشان ناخد راحتنا في الأكل وندخل براحتنا وميبان، فخلينا ندخل على طول على أفضل الإطلالات وإيش الممنوع وإيش المسموح. بس قبل هاي بدي أعذر من الرجال ريم، لأنه هالمرة إحنا مستثنين الرجال لأنه موضوع العبايات كتير زخم. رح نحكي على السيدة. خلينا هلأ إحنا لكل جسم له طبيعة معينة، ما بزبط العباية اللي أنت بتلبسيها مثلا أنا ألبسها، فحنقول على الأخطاء اللي بتورد عند الستات. مثلا على الجهة الشمال، إذا أنت ليلة وقصيرة ما بصير تلبسي عباية بخطوط أفقية لأنها بتأثرك بزيادة، فاعتمدي الخطوط الطولية عشان تعطيك طول أكتر. حلو، أوكي طيب حلو. هذا اللوك الأول، الخطوط الطولية. خلينا نشوف كمان اللوك آخر للعبايات. بتعرفي عندنا 5 أنواع من الأجسام وكل جسم بيختلف عن الثاني. مظبوط. هلا إذا إحنا الجسم قليل ورفيع ما بصير يروح للطبعات اللي كتير ضخمة لأنها بتاكل منك. فروحي للطبعات اللي كتير رفيعة، انتبهي عليها مني. حتى لو عجبتك العباية على حدا ما تروحي عليها إذا أنت جسمك كتير قليل. طب أنا دحين لابسة طبعات بس مش ولا لا مندمجة مع بعض؟ هلا هاي الطبعات كتير واضحة فماكلة من جسمها، عارفة؟ أيوة. هديك معطيها صغيرة. بالضبط بالضبط. طيب. شيء يتناسب. لكن إذا وزنها مثلا زايد أكيد تروح للكبير. ممتاز. خلينا نشوف اللوك اللي بعده. هلا في عندنا نوع من انواع الاجسام اللي هم بنسميه المثلث المقلوب اللي اعرض شيء فيه بالضبط الكتاب. فاذا لبست مثل هاي العبايه وفوق رفراف على الكتاب زادت ضخامه على الجزء العلوي طبعا، فبطل في تناسق للجسم. فاكيد اللي اكتافها عريضه ما تروح لهي العبايه، بل تروح للكتف الساحل وتروح للتكستشر والالوان على الجزء السفلي حتى تاخذ العين على الجزء السفلي. يكون الشغل كله من تحت بالزبط. يعني وتبعده عن الاكتاف العريضه. ممتاز حلو. خلينا نشوف كمان اللوك اللي بعده. هلأ هون إذا أنت نفس الإشي بنرجع بدك تاخدي طول وبدك قامة ممشوقة، ما تعتمدي ألوان كتيرة، يعني حتى الحجاب لون، حتى العباية لون، حتى الفستان لون. طيب ما أعطاها بالضبط، خاصة إذا جسمك قليل ريم. فلما تروح للمونوكروماتيك لوك اللي هو اللون الموحد بيعطيك طول وبيمشق الطلة تبعتك، عارفة؟ فهذا ننتبه عليه، شو نوع جسمك وشو العباية اللي لا لازم. يعني إذا أنا مثلا أبغى أطلع نحيفة طويلة ونحيفة مونوكروماتيك كده اللي هو يكون كل الالوان من فوق لتحت نفس اللون. هذا الطله المثاليه. اذا بدك تروحي مثلا طله على الشمال مثلا ما نروح الحجاب اللي كتير قاسي فوق، لانه عارف مثلا تروح لون بالضبط ما يكون كده. طيب خلينا نشوف اطلاله اخرى. المشجر، مشجر او تايجر. في عندنا نوع من انواع الاجسام اللي هو الستريت المربع او المستطيل بنسميه. لما تلبسي له كمان مستطيل انت الستريت اللي مش مزمزم الفستان، ما عززتي ما اعطيتي جماليه للجسم. فاكيد بنروح للصوره اللي عندك جنبك مبين الخصر بنفس الوقت محتشم، فمبين الجسم، مبين تفاصيل الجسم، مبين ثلثه ثلثين مقسم ومش معطيه، يعني هون ما فيش شكل. يعني قصدك يكون مخصر او تلبس له حزام مثلا. بالضبط، اللي يبين وين الوسط تبعك وهو مش شيء مش محتشم، بل بالعكس بس معطي وين خصرك. هون هي معطي، يعني هو مستطيل وضل مستطيل بالعبايه هاي المستقيمه. خلينا نشوف الإطلالة اللي بعدها كمان. هذه الإطلالة. هلا في عندنا نوع من انواع الجسم اللي هو الاوراق عنده اعرض شيء. لما انت تلبسي هيك عبايه وعندك جيب كمان على او حركات او اشكال بتزيد عرض، وانت اخذت العينين على منطقه الاوراق اللي انت بدك تتفادي انه تبيني عليها. فاكيد نروح على شيء ما عليه اي
تعرفي تفاصيل بالضبط، بل بالعكس تعتمد التفاصيل بالجزء السفلي او ممكن عند الاكتاف. هاي ممكن تلبس الاكتاف العريضه او الرفراف، بيعطي تفاصيل اعرض فوق وتفاصيل اعرض تحت. حلو. كمان عندنا اطلاله اخرى اللي عندها بطن. أيه. ريم، احنا كلنا في رمضان حيصير عندنا بطل. يسلم تمك بالذات لاخر رمضان. بالضبط. يعني بضل يكبر. صح. طيب لما بتلبس كسرات وبالذات من عند البطن، انت زدتي هذه المنطقه عرض. معقول انا احسب هذه تنحف اكثر؟ لا لا، اذنه كسراتها كثير عند البطن. ايوه. ممكن اذا تحت او اذا من فوق مبلشه من عند الصدر، بس على البطن على مباشره خطا بتزيد عرض. اكيد نروح طبعا هاي اللي هي اللايرز او الطبقات باللبس تبعد البطن، وبنفس الوقت وجود الاسود على اطراف العباية اعطى الطول، عارفه صار إشي عمودي فبيعطي نحف للجسم. حلو. طيب خلينا نشوف اللي بعده. هلا هاي انا جبتها عشان برضه نرجع للاجسام اللي كتير بتيت. لما تلبسي طبقات ولايرز على الجزء السفلي اعطى تقل لجوا وقصرك بزياده، بينما نفس الالوان هي اعتمدت بالجهه الشمال بس لبست اللايرز لبست الطبقات اعطاها منحة طولي، عارفه وزادها طول. طول طبعا هذا اللي نحتاجه. فاكيد نبعد عن الخطوط الافقيه ونبعد عن اللايرز بالجزء السفلي. لما يعني صراحه نصايح مهمه جدا وحتساعدنا كثير خصوصا مع زيادة الوزن، وأحب أهنيكي على الجلابية التراثية اللي لبستها. دائما التراث حاضر في الجلابيات وفي رمضان وبيكون هلا موسمه برمضان. حبيبتي يعني كل عام وأنتم بألف كل خير يا رب. خير. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. نمشي. شفنا هذا ترى كان طبق الكفتة، هو من أشهر أطباق المقبلات الرمضانية وشعبية في تونس. يعني صراحة أكلاتنا العربية تفتح النفس، الواحد يحتار إيش يختار. عموما خلينا ننتقل مع الزملاء من هنا وهناك على السريع مع ليث والريان. تفضلوا. يعني قبل ما نبدأ هالفقرة في عندي مثل علمتني يا الريان قبل شوي، لو غاب أبو شنب يلعب أبو ذنب. تخيل هالمثل السوداني عجبني. الحديث الأبرز كثير حلو صح؟ الحديث طبعا الحديث الأبرز عن حالة القلق في بريطانيا بعد انتشار أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اختارا بضرورة التأهب لإعلان ملكي. طبعا الموضوع أشعل الشائعات المشتعلة أصلا في بريطانيا، وهل الموضوع يتعلق بالملك تشارلز أم بأميرة ويلز كيت ميدلتون؟ ورافق الموضوع شائعات وجود امرأة ثانية في حياة الأمير ويليام وهي صديقة للعائلة، مع أخبار متناقضة حول طبيعة العمل الجراحي السري الذي خضعت له أميرة ويلز والذي لا يزال طي الكتمان. والله الصراحة أنا زعلانة من موضوع الشائعات هذا اللي يعني كثير عليهم، يعني خلاص لازم نحترم خصوصية الناس. صح؟ صحيح. لكن هم بحبوا الباباراتزي في كل مكان والقصص هاي خصوصا بالمقابل أصبح ما في أسرار يعني أكثر. كل أكيد نشوف يا ريان إيش عندك. يلا ننتقل للخبر الثاني. وأخيرا سيشهد القرن 21 انطلاق سفينة تايتانيك 2 بعد سنوات من التخطيط لتحقيق حلم إبحار سفينة الحب. أعلن رجل الأعمال الأسترالي كلايف بالمر عن تفاصيل بناء السفينة، وقال بالمر أنها ستكون نسخة طبق الأصل عن السفينة المنكوبة. وثق فريق رجل الأعمال تصميم سفينة تايتانيك 2 بمقطع فيديو ظهر فيه ممثلون يرتدون أزياء تعكس تلك الحقبة. والله أنا لا أعرف هذا فايل كويس ولا فايل ما هو كويس، الله يستر. يلا
يلا شو رأيكم آخر خبر؟ يلا عسر ونمشي. أتقن ممثل صيني محترف دور المتسول ببراعة وجنى منه مبالغ طائلة على مدى 12 سنة الماضية لكسر عيشي. عايشة هو دوام لو جين جانج على هذه العادة عبر إظهار مهارة تمثيلية فائقة ما أقنع المتصدقين عليه بجامع 10,000 دولار شهريا. يعني صراحة إحنا عارفين أنه في كثير ناس في هذه مهنتهم التسول. عموما شكرا لكما وشكرا للزملاء. انتهت حلقتنا لليلة وأكيد انتظرونا غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.